سلطة البرلمان بعد اكتشاف فساد وزير التموين ووزير الصحة؟ بالتأكيد لا، طبعا لا أثق في أي سلطة قضائية أو سلطة برلمانية بعد الفساد اللي احنا شايفينه في البلد ده، بعد الفساد اللي شفناه في القمح والفساد اللي شفناه في السلطات اللي احنا واثقين في البرلمان بتاعنا اللي هو برلمان نزيه وكويس جدا جدا جدا. ازاي في الفترة دي احنا نكتشف كمية الفساد اللي مغطية اكتر من 50 و55% في البلد؟ انا شايف فعلا ان تم كشف الفساد، بس نتمنى بعد كده ان يبقى في رقابة كويسة بحيث ان ميبقاش في فساد فيما بعد. يعني والله هو البرلمان كله فساد والحكومة كلها فساد، ده رأيي الشخصي. مش شايف حاجه في البلد عدله اصلا من ساعه ما مجلس الشعب اتعين. الفساد لسه لحد الان موجود للركب، مش لسه للان، ولسه فيما بعد ما فيش حد لحد الوقت عارفين حوش الفساد. والله انا شايف ان السلطه يعني بتعمل قصارى جهدها، لكن حجم الفساد المتوغل من زمان في البلد ده محتاج قوه، ومش هيتشال في يوم وليله. ولا رغم ان الحكومه بتعمل والرئيس بيعمل والدنيا بتعمل، بس الفساد حجم الفساد كان كبر عن حده. والله هو البرلمان كويس لا باس به، بس يعني احنا عايزين يكونوا اقوى من كده شويه. واخد بال حضرتك؟ يعني شايف ان لسه في فساد؟ نعم؟ شايف ان لسه في فساد؟ والله الفساد ما حدش يقدر يقضي عليه. خد بالك الفساد مستشرف في البلد وفساد كبير. لا ما بثقش في البرلمان الموجود دلوقتي، لا ما بثقش فيه. لا طبعا، لان هم اكتشفوها متاخر، وكمان هم دلوقتي لسه في مشروع التعريفه الزياده الاضافيه دي، فالحكايه الموضوع ما فيهوش بالانس، ما فيهوش توازن اصلا. يعني انت بتاخدي من الفقير زي ما بتاخدي من الغني بالظبط، مع ان الفقير مش لاقي ياكل اصلا يعني، معلش. والغني مش هتفرق معاه 3 4 جنيه في كيس سكر في كيس شاي، الكلام ده كله مش هيفرق معاه، فلا مش وافق طبعا. يعني بصي، اولا يعني مش عارف، هو كبرلمان من الاول ما فيش نسبة مشاركة اصلا، يعني انت عارفة ان الشباب ما فيش حد نزل، وما فيش اي يعني ما حدش نزل شارك، كل كان بيزن ناس كبيرة ومش عارف ايه نفس الموضوع، فهو اصلا يعني برلمان مش معترف بيه. فايا كان هو ماشي اشتغل وطلع زي الرئاسة برضو، اشتغل وطلع مش عارف ايه، وبقوا يقولوا قوانين ويوافقوا على اللهم صل على النبي، يوافقوا على قوانين اللي هي زياده للقضاء، الناس الغلابه تدفع 10 جنيه على كل ورقه تتعمل عشان يزودوا مرتبات قضاء. انا عايز افهم يعني قاضي مرتبه 30 40 الف جنيه محتاج اصلا يتعالج لايه؟ يروح يشوف المستشفيات؟ طيب يروح يشوف الناس اللي بتترمي؟ في ناس بترمي اصلا عشان معاش ثمن حقنه او ثمن كشف اللي هو 2 3 جنيه ينزل يشوف. والله انا مش يعني ما انا شايفه في بوظان كبير قوي في البلد، وشايفه ناس تعبانه كتير قوي. ف طب شايفه الفساد ده انتهى امتى؟ والله بلدنا فيها فساد من سنين مش من النهارده، فاحنا بنحاول ان احنا المفروض كلنا نتكاتف عشان نعمل حاجه كويسه، وربنا يعيننا.